صباح الخير اعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباحي لشركه وينزر بروكر، اقدمها لكم كريم مجدي. اليوم 15 اكتوبر 2019 هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. انخفاض تداولات سلبيه امبارح طبعا مع انحسار امال طبعا الاتفاق التجاري بين الولايات المتحده الامريكيه والصين وانخفاض شهيه المخاطره الى حد ما، ولكن تماسك مؤشر داو جونز ساعده النهارده مع بدايه اليوم ان هو يرجع مره اخرى للايجابيه والارتفاع، خاصه ان لسه ما عندناش خبر يقين بشأن فشل المفاوضات الأمريكية الصينية أو نجاحها بشكل قاطع، ولكن مع الوقت بيبقى في تصريح بسيط ممكن بيرفع الأعمال شوية للمستثمرين ويحسن شهية المخاطرة، فبنلاقي الأسهم والأدوات اللي فيها مخاطرة زي طبعا العملات الأكثر مخاطرة زي الجنيه البريطاني واليورو والمؤشرات بيرتفعوا، ومن ناحية تانية بنلاقي تصريح بسيط بيخفض مرة أخرى الأمال للوصول لاتفاق تجاري فبيؤدي لانخفاض شهية المخاطرة وبالتالي انخفاض الأدوات المالية اللي فيها مخاطرة وارتفاع الملذات الأمنة زي الذهب والدولار الأمريكي والين الياباني. ولكن تماسك مؤشر داو جونز بيحاول ان هو يتداول بإيجابية دلوقتي. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت ونشوف توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. نقدر نرسم خط اتجاه صاعد مواجه الأقوى أو هو الأفضل، لأن مش منتظم بشكل كبير الاختبار دي خط الاتجاه، ولكن يبقى في النهاية يدينا مؤشر بسيط على ان الاتجاه مايل للإيجابية بالإضافة لثباته أعلى النقطات المحورية 26780، وجوده كمان أعلى المتوسطات السعرية. المسافة بين المتوسطات السعرية بتدل على قوة الاتجاه، أداء إيجابي على مؤشر السار، أداء إيجابي على مؤشر الستوكاستيك، بالإضافة لإيجابية الفلات ترند وإيجابية مؤشر الإي إم إي. كل ده بيجبرنا إن إحنا نقول إن إحنا بنتوقع مزيد من الارتفاعات والإيجابية. شرطنا الأساسي ليه كسر 26900 علشان يروح ل 27.50 واخر نقطه عند 27200. مره ثانيه الاتجاه الاكثر ايجابيه هو كسر 26900 وراها 27.50 واخر نقطه عند 27200. السيناريو الاخر والمعاكس هيتحقق بكسر 26700 وراها 610 واخر نقطه عند 26500. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.